تلاميذي الأعزاء، درسنا اليوم في مكون الجغرافيا عنوانه المقارنة بين مشهد صناعي تقليدي ومشهد صناعي عصري في بيئتنا المحلية، وهو ضمن الوحدة الخامسة الأسبوع الرابع. أهداف الدرس أن يتعرف المتعلم صناعتنا بنوعيها التقليدي والعصري ومقارنة منتجاتها في بيئتنا المحلية. التمهيد: تحقق بلادنا منجزات صناعية مهمة مثل صناعة الجلد، صناعة الخزف، صناعة الخشب، صناعة الأواني وغيرها. هذه الصناعة تصنف إلى نوعين: صناعة تقليدية وصناعة عصرية. كصناعة الجلد مثلا، فهذه الصناعة ممكن أن تكون تقليدية أو عصرية، لكن المادة الخام تبقى نفسها. لاحظوا معي الصورة الأولى. ما نوع الحذاء الأول؟ حذاء بصناعة عصرية. وما نوع الحذاء الثاني؟ بلغة بصناعة تقليدية. ما هي صفات المنتوج الصناعي التقليدي البلغة؟ بسيط: قليل اللمعان، لونه أصفر يميل إلى لون الجلد، فيه لمسات يدوية بارزة، يلبس غالبا في المناسبات الدينية. وصفة الحذاء العصري: كثير اللمعان، فيه أشكال متنوعة، أزرار ذهبية أو فضية، لمسات آلية، كثير الانتشار. أنجز أنشطتي. النشاط الأول: أصف مشهدا صناعيا تقليديا. للصناعة التقليدية مكونات ووسائل عمل ومنتجات أصفها عبر المشاهد التي ترتبط بالصناعة الجلدية. ألاحظ الصور وأرصد بعض مكونات الصناعة الجلدية التقليدية. كما هو المعلوم أن صناعة المنتوجات التقليدية تصنع من جلد البقر أو الغنم أو الجمال كمادة أولية، وتمر بعدة مراحل إلى أن تصبح جاهزة للتسويق. انظر الصورة صفحة 64. تنقل على عربة تجرها الدواب، حيث تنبعث منها روائح كريهة. المكان الذي يتم فيه ضبغ وتلوين الجلد غير صحي ومعرض لحرارة الشمس وبرودة الجو. اليد العاملة ليس لها وقاية من لمس الجلود ومن استعمال الألوان والضباغة. تستغرق وقتا طويلا لإنتاج كمية صغيرة. وسائل الإنتاج بدائية مصنوعة من الخشب أو الحجر أو الحديد، مطرقة مثلا، قوالب، مسامر إلى غيرها. تعرض في متاجر تفتقد وسائل النقل الحديثة. لكن الصناعة التقليدية على الرغم من وعورة إنتاجها فهي مطلوبة لدى المغاربة خصوصا في المناسبات والأعياد الدينية، كما أنها تتفاعل مع قطاع السياحة فيزداد الإقبال عليها نظرا لما تكتسبه من أهمية وإعجاب من طرف الوافدين. نشاط رقم 2: أصف مشهدا صناعيا عصريا. أصف وسائل العمل والإنتاج المعتمدة في الصناعة العصرية. تختلف صناعة الجلد التقليدية عن صناعة الجلد العصرية. الدباغة والتلوين في الصناعة العصرية يتم بتقنيات متطورة وحديثة. انظر الصورة صفحة 65. تتوفر الصناعة العصرية على مستودعات، منها ما هو خاص بالجلد الخام ومنها ما هو خاص بالجلد الجاهز للتحويل.
أصف تنظيم العمل داخل المعمل من حيث الأيادي العاملة وتخصصها وكمية إنتاجها. أيادي عاملة بارعة مختصة بدباغة الجلد عن طريق آلات حديثة ليصير الجلد مرنا. أيادي عاملة تهتم بتلوين الجلد باستعمال آلات خاصة. ظروف العمل ملائمة للصحة من حيث الفضاء الذي يتم فيه النشاط الصناعي والتكييف والإضاءة وأوقات العمل. كمية الإنتاج في الصناعة العصرية كبيرة وفي مدة قصيرة. أستنتج العلاقة التي تربط هذه الصناعة بالخارج وبين ما يمكن أن تصدره أو تستورده من الخارج. اهتمام المغرب بتربية الدواب تمكنه من تصدير الجلد كمادة خامة إلى الخارج، وبالمقابل فالمغرب يستورد المنتوجات الجلدية الجاهزة من هناك كالألبسة الجلدية والأثاث المنزلي والأحذية والحقائب بجميع أشكالها. نشاط 3، أقارن بين المشهدين الصناعيين التقليدي والعصري. انطلاقا من النشاطين 1 و 2، أقارن صفات من الصناعتين بملء الجدول التالي. رقم 6، الصناعة التقليدية وسائل العمل فيها يدوية بسيطة، بينما الصناعة العصرية فيها تقنيات حديثة وآلات جد متطورة. من حيث الإنتاج، كمية الإنتاج بالنسبة للصناعة التقليدية قليلة، وبالنسبة للصناعة العصرية مهمة وكثيرة. السلامة الصحية، ظروف العمل في الصناعة التقليدية غير ملائمة، بينما في الصناعة العصرية مكيفة وآمنة. الآن أقوم تعلمي وأدعمه، ألاحظ الصور وأصنف المنتوجات. صفحة 65، إلى ما هو عصري وما هو تقليدي في سوق بمدينتنا أو قريتنا. أرصد منتجات صناعية وأحدد ما إذا كانت من الصناعة التقليدية أم العصرية. الملخص: إن المشهد الصناعي في المدينة المغربية صنفان، عصري وتقليدي. يتميز كل منهما بخصائص معينة من حيث الوسائل المستعملة وكمية الإنتاج والفضاء الذي يتم فيه النشاط الصناعي. وشكراً.